السلام عليكم بنات وشباب مصر والوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي من قناة مافيد. والنهاردة في حلقتنا هقولكم على مشروب واحد بس وكبار جدا، هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين مرات الأنوثة عند كل البنات وكل السيدات في 10 أيام. وفي كل بيت عربي، ويعني بسعر رخيص جدا، يعني مش هتكلفكم ابدا، وبنفس الوقت ليها فايده عاليه جدا على انها بتساعد في تكبير وتسمين مرات الانوثه عند كل البنات وكل السيدات، وبرده بنفس الوقت بتحفز وتنشط الدوره الدمويه اللي بتبقى موجوده في مرات الانوثه عندكم. حلو قوي. وعايز اقول لكم ان المشروب اللي انا هقول لكم عليه ان شاء الله في فيديو النهارده غالبا ما حدش يتكلم عن المشروب ده، بالرغم ان هو بسيط وسهل جدا والمكونات بتاعته مش مكلفه. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هو المشروب ده. يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المشروب اللي هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين مرات الانوثه عند كل البنات وكل السيدات، عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. دلوقتي بقى هتجيبوا كوبايه حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، ولو حليب كامل الدسم مش متوفر عندكم او مش متاح عندكم تقدروا تبدلوه بحليب خالي الدسم. بس انا كمحمود او انا كمدرب انصحكم ان انتوا يعني ايه تشربوا او تستخدموا حليب كامل الدسم، عشان ايه؟ يعني الفايده بتاعته بتكون اعلى وفيها بروتين اعلى وفيها نسبه دهون صحيه عاليه بشكل كبير جدا. حلو قوي. وبعد كده هتحطوا على كوبايه حليب كامل الدسم معلقه واحده بس كبيره من بودره الصويا، ولو بودره الصويا مش متاحه عندكم تقدروا تحطوا مكانها سيد الصويا. هتلاقوا كل الحاجات دي عند العطار، طبعا مفيش اي عطار في الدنيا ما عندوش بودره صويا او سيد الصويا. حلو قوي. المشروب ده هتقلبوه بشكل دائري، واهم حاجه ما تشربوش الحليب الا لما تلاقوا لونه بدا يتغير، سواء من بودره الصويا او من سيد الصويا، هتلاقوا لونه يعني ايه بدا يبقى اوف وايت كده شويه. حلو قوي. انصحكم انكم تشربوا المشروب ده مرتين او ثلاث مرات في اليوم، يعني مثلا لو مرتين في اليوم هيبقى كوبايه قبل الفطار بنص ساعه وكوبايه قبل النوم ب10 دقائق. حلو قوي. طيب وبالنسبه لثلاث مرات في اليوم هيكون قبل الفطار بنص ساعه وبعد الغداء بنص ساعه وقبل النوم ب10 دقائق. وانا بوعدكم وبتمنى لكم من قلبي ومن جوه قلبي كمان ان انتم في خلال 10 ايام ان شاء الله هتلاقوا نتيجه ملحوظه بشكل كبير جدا، ومرات الانوثه عندكم بدات تبقى متغيره بنسبه 180 درجه، يعني كل حاجه فيكم هتبقى بارزه وسهره بشكل كبير، حتى كمان يعني شكلكم هيكون حلو في الهدوم بتاعتكم. حلو قوي. وزي ما قلت لكم بقى المشروب ده هتشربوه مرتين او ثلاث مرات في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى مشروب هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين مرات الانوثه عند كل البنات وكل السيدات، عايز اقول لكم ان انتوا هتشربوا المشروب ده مرتين او ثلاث مرات في اليوم وكل يوم. وكمان برده عايز اقول لكم ان انتوا بعد اول 10 ايام هيكون في نتيجه مرضيه وكل حاجه، بس اهم حاجه الصبر والاستمراريه وانكم تفضلوا مواظبين على المشروب ده لحتى ما تلاقوا نتيجه يعني خياليه، والناس كلها تبقى ملاحظه الشيب او الشكل اللي انتوا هتكونوا فيه. وطبعا اللبس او الهدوم او الملابس بشكل عام عندكم هي اللي هتحكم ان كانت مرات الانوثه عندكم بدات تظهر ولا لا. برضو حلو قوي. ولو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. وطبعا بقى مش هوصيكم على انكم تعملوا لايك الحلو بتاعكم وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها على قناتي كل يوم. وكمان لو الفيديو عجبكم يا ريت تحاولوا على قد ما تقدروا انكم تشيروا الفيديو مع اكبر عدد من اصدقائكم، سواء كانوا البنات او السيدات او اي واحده نفسها تكبر وتسمن مرات الانوثه اللي عندها. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي ومن جوه قلبي كمان على صبركم ودعمكم ليا.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا السماحنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار اتعلق في كومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم بقى ريبورت او تقدروا تتواصل معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضو بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا بيها. بيس.